تكونوا بخير وعلى خير بحال ديما. اليوم ان شاء الله وكاول فيديو في العام الجديد اللي يدخلوا علينا وعليكم صحه وسلامه. واش ما تمنيتو اختاريت انني نبدا لكم هذا العام هذا بملك الحلويات المغربيه بامتياز، حلوه اللي كتعجبنا كاملين كمغاربه من طنجة للقويره، غنيه على التعريف كيرجع تاريخها للقرن 18 ميلادي من مدينه فاس اللي هي كعب غزال الفاسي المخزاني او الكعبه المخزانيه. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله الوصفه اللي غادي نشارك معكم هي وصفه حصريه على القناه عندي ولاول مره في اليوتيوب، طريقه تحضير كعب غزال المخزاني المعتمده في المطبخ الملكي او في دار المخزن للاعراس والمناسبات. هذه الطريقه هذه اللي مختلفه تماما على الطرق اللي منتشره في وسائل التواصل الاجتماعي، طريقه مخزانيه تقليديه قديمة بزاف، ما فيهاش إضافات جديدة، ما داخلينش عليها شي حوايج اللي هما برانيين على الكعب. كاينين بزاف الحوايج اللي في وسائل التواصل الاجتماعي كنشوف الناس كيخدموا بهم، وحتى في ارض الواقع لي تريتور الحلويات كيزيدوهم في الكعب اللي ما خصهمش يكونوا وما محتاجينش انهم يكونوا غير زوائد. اليوم ان شاء الله اعتذر من الاول بعدا على لا فيديو غادي تكون شويه طويله، حيت غادي نبدا معكم من الالف حتى الياء، من اللوز فاش كتشريوه من السوق حتى الاخر المرحله اللي هي الطياب ديال الكعبه. غادي نعطيكم نصائح باش كتجي الكعبه هكذا واقفه مخزانيه طالعه والتاج ديالها واقف. كتشوفوا الكعبه الا شفتوها بشوفت العين ما كتبانش طيبه، كتبان بحال باقي ما داش من الفران وهي راها طيبه. غادي نعطيكم السر باش يجيكم الكعب هكذا مشمع، لانه الكعب المخزاني ما خصوش يكون محمر وما خصوش يبان فيه الطياب كاع. كتشوفوا كتجي معلكه ورطبه كتذوب في الفم. غنعطيكم كذلك السر باش تحصلوا على عقده اللي كتكون بيضاء كي الثلج، ما كتجي مسخه، ما كتجي اللون ديالها مغلوق. كذلك بزاف ديال النصائح غادي نحاول نشاركهم معكم في هذا لا فيديو. حاولت ما امكن في المونتاج انني نقص من لا فيديو، ولكن الله غالب بغيت الناس توصل لهم كاع المعلومات باش تنجح لهم الكعبه، وفي النتيجه تكون بحال هكذا كعبه كتذوب في الفم معلكه بيضة نقية ناصعة. كتشوفوا حتى العجينة ما كتبانش العجينة، ما منبلاش الكعبة، ما مبوقة، ما بعيدة العجينة على العقدة، كتجي مفينية على حقها وطريقها، كعبة مخزانية 100%. بقوا معايا حتى الأخير ديال الفيديو باش تشوفوا المكونات، طريقة تحضير وأدق تفاصيل والنصائح باش تحضروا كعب غزال الفاسي المخزاني. بالنسبه لتحضير كعب غزال اولا الكعبه الفاسيه المخزانيه، غادي نبدا معكم المراحل ديال التحضير ديال الكعب ابتداء من اولى المراحل اللي هي اهم حاجه في الكعب اللي هي مراحل تحضير اللوز باش يتحول العقده. هنا غادي نشارك معكم مكونات بالنسبه لنص كيلو ديال اللوز. انا هنا عندي نص كيلو ديال اللوز البلدي، شرط اساسي باش كيجي الكعب أو لا باش كتجي الكعبة المخزانية كعبة طوب، كتجي هي هذيك لا من ناحية المذاق ولا من ناحية الكثافة ولا من ناحية التعلاك. من الأحسن بالنسبة لسواء كعب غزال ولا الحلويات ديال اللوز بجميع أشكالها، لا اللي في العجينة ولا اللي بلا عجينة ولا كذلك المحنجة. كاينين جوج الأنواع ديال اللوز البلدي في السوق اللي هما رقم واحد، كاين اللوز الصحراوي واللوز المكناسي. هاد جوج الأنواع ديال اللوز كتصدق فيهم العقدة ديال اللوز، وبالخصوص إلا بغيتو تخدمو كعب غزال ما كتطلقش بزاف ديال الليدام، وحتى الا طلقات ليدام ملي كتبغيو تجمعوا هذاك ليدام دغيا كتجمع وكتعاود ثاني كيخرج هذاك ليدام كتعاود ثاني تابسوربي وتعاود ثاني ترجعوا. هنا انا خدمت هنا باللوز الصحراوي، نص كيلو ديال اللوز الصحراوي. اول حاجه ديروها اللوز قبل ما تفسخوه، غادي ناخذ هذا اللوز هذا غادي نغسلو من جوج حتى لثلاثه ديال المرات حتى كتحيد منه هذه الغبره اولا هاد الفرو اللي كيكون الفوق، كيكون فحال الصوفة في الظهر ديال القشره ديال اللوز. ضروري تغسلوا اللوز جوج ثلاثه ديال المرات، ما تكثروش لي الغسيل بزاف حيت باقي غادي يتدار في الماء طايب. غسلوا اللوز مليح حتى كيحيد كاع هذاك التراب وديك الرمل اللي هو اللي كيكون سبب باش انه العقده كتسبغ. نورمالمون اللوز كيكون اللون ديالو بيض مفتوح، كيكون بيض حليبي، فمن كي تكونوا كتفسخوا فيه الا ما غسلتوش، كي تكونوا كتفسخوا هذيك الغبره كتقيس اللحم ديال اللوز من الداخل كتوسخ اللوزه. ملي كطحنوها وكتصوبوا العقده كتجي العقده مسخه. اول شرط بالنسبه
الكعبة المخزنية هو العقدة خصها تكون بيضاء. من بعد ما غسلت مليح هذا اللوز هذا ردوا البال، انا غسلته 3 ديال المرات. وانتم كتغسلوا هذا اللوز ملي كتخويو عليه الماء ما تخليهوش في الماء مدة طويلة، كي تخويو عليه الماء خذوه وبداو تفركوا فيه مليح، كتحاولوا تحكوا هذاك اللوز بيديكم باش كاع ديك الغبره اللي كتكون لاصقه فيه كتحيد. انا درت هنا كميه ديال الماء سخون باش نفسخ اللوز. وجدوا هنا خديت عصير ديال نص حامضه، قبل ما تسلقوا اللوز وجدوا خذوا عصير ديال نص حامضه عصروها، حيدوا من هذوك البابه وحيدوا منها العلفه وخليوها وحدكم. من بعد غادي نقول لكم هذا العصير ديال الحامض علاش ضروري بالنسبه للعقده ديال اللوز. من بعد ما كيغلى الماء مليح حاولوا ديروا كميه وافيه ديال الماء، ما ديروش الماء قليل باش الماء يغلب على اللوز. غادي ناخذ هذا اللوز غادي نديروه في الماء طيب. ملي كتخويو اللوز في الماء بمجرد ما كيبان لكم اللوز طلع الفوق كطفيو العافيه. حاجه مهمه، اللوز ما خصوش يشرب الماء. الا اللوز العقده ديال الكعب شرب الماء، الكعب ديالكم غادي يجي حالته غادي تفرقع في الفران حيت العقده كتكون شبعانه ماء. من بعد ما طلع اللوز على الوجه ديال هذاك الماء خويته صفيته درته في الشبكه وغطيته بفيلم اليمونتير. طريقه الفسيخ ديال اللوز كتبقى كترجع لكم نتوما كتفسخوا بطريقتكم. انا هكا كندير، كنصفي اللوز كنديرو في الشبكه وكنغطيه بفيلم اليمونتير باش كنحافظ عليه ما كيبش دغيا، حيت اللوز خصكم تخدموا بالزربه، الا تعطلتو ولا كانت كميه كبيره دغيا كينشف وما كيبغيش يتفسخ وكتلصق عاود جلده على اللحم. كنبدا كنهز الفيلم اليمونتير بهذا الشكل هذا، كندير كميه هنا وكنغطي الماء باقي باش كيحافظ على ديك السخونه ديالو، كتبقى هذيك الرطوبه مخليها رطب. وكنبدا كنفسخ وكندير في هذا الزلاف. وانتم كتفسخوا اللوز عاد غادي يجي الدور ديال الحامض. اللوز بطبيعته ملي كيكون خضر كيكون بيض، ملي كديروا عليه الماء كتبداو تفسخوا فيه اللوزه. ملي كتفسخ وكتحيد من القشره ديالها كتاكسد الهواء، كيكسد اللوز كتحول اللوزه من اللون الابيض للون بلون كاسي. وانتم كتخدموا غادي تاخذوا هذا العصير ديال الحامض ديروا فيه صباعكم كما شفتوا دابا في الفيديو درت، ودهنوا به هذا اللوز هذا. ما بين كل كميه وكميه ديروا يديكم غطسوا غير هاد الصباع هادو، ماشي يديكم كلها غير الصباع هادو، غطسوهم في العصير ديال الحامض ودهنوا بهم هاد اللوز. هكذا كتحافظوا على اللوزه ما كتاكسدش وكتبقى محافظه على اللون ديالها، فبالتالي العقده كتجي بيضه. انا غادي نستمر بنفس الطريقه. وقت ما زدتوا شي كميه ديروا يديكم في الحامض ودهنوا بها اللوز حتى تسالوا الكميه ديال اللوز كامله اللي عندكم، وحاولوا ما تكثروش العصير ديال الحامض. في هذه المرحله هذه غادي نجيب زلافه ديال الماء، ما بارد يكون غير ما بارد، غادي ندير فيها سربيته تكون نقيه، نعصرها ماشي نعصرها نشفها كاع، نعصرها شويه نخليها بين وبين. غادي نجيب هذا اللوز نخويه في هذه السربيته بهذا الشكل، كتنيو وكتبداو كتحكوا اللوز مع بعضياته في وسط هذه السربيته اللي كتكون فاسقه باش كاع دوك الشوائب اللي باقيين ديال الغبره ديال اللوز كتحيد. الفائض ديال عصير الحامض كيحيد اللوزه، كتمسح مليح وكتنقى مليح. من بعد ما مسحت هذاك اللوز مليح بديك السربيته اللي قلت لكم فاسقه، انا سرحت هنا بلاطو وسرحت فوق منه سربيته نقيه ناشفه. غادي نوريكم الشكل ديالو كي كيجي، كتجي اللوزه بيضه، اللوز كيحافظ على اللون ديالو كيجي بيض. غادي نجيب بابي سيرفييت ولا ورق المطبخ اولا سربيته نقيه، الورق من الفوق الا بقات شي حاجه ديال النداء اولا شي حاجه ديال الرطوبه كيمسها هذا الورق. غادي نخليه تقريبا واحد الساعه هكذا. من بعد ساعه ديال المكانه غادي ناخذ هذا اللوز غادي نديرو في سربيته نقيه اخرى ونخليه يبات ليله كامله فوق هاد السربيته مسرح هكذا، ما تغطيوه ما والو، سرحوه وخليوه يبات هكذا عريان ليله كامله حتى لغد ليه ان شاء الله. عاد تقدروا تطحنوه
باش تصوبوه على شكل عقده. وندوز باش نيسر في العجينه ديال الكعبه باش حتى هي خصها تبات في الثلاجه ترتاح باش ما ارتاحت العجينه ديال الكعب باش ما احسن. بالنسبه للعجينه انا سبق لي وغربلت نص كيلو ديال الدقيق خاص بالحلويات، من الاحسن يكون من نوع ممتاز. غادي نزيد عليه جوج معالق كبار ديال الزبده. بالنسبه للزبده شرط اساسي انها تكون زبده حيوانيه، يعني زبده ديال البقر ماشي مارغرين ماشي زبده نباتيه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه من نوع ممتاز، ضروري الزبده تكون من نوع ممتاز. غادي ندير هاد جوج معالق كبار ديال الزبده. وحاجه مهمه اخرى بالنسبه للزبده، خاصها تكون بدرجه حراره المطبخ، يعني الزبده لينه ما تذوبوش الزبده. الا ذوبتوا الزبده ما غاديش تشدوا العبار المزهر باش غادي تجمعوا هاد العجينه، حيت العجينه ما خصهاش تكون مطلوقه. من بعد الزبده غادي نزيد جوج معالق كبار ديال السكر كلاصي، قبصه ديال الملحه، ضروري من الملحه باش العجينه ديال الكعب ما كتجيش باسله. عندي نص كاس د العنبه لاروب، غادي نقرب الكاس باش تشوفوا. هو نص كاس د العنبه اللي كيكون القياس ديالو عادي كيكون حتى لهنا، حتى لهاد العنبه هنايا. هنا لاروب، هو نص كاس ديال العنبه لاروب ديال زيت المائده. كعب غزال المخزني ديال زمان ما كانش كتخدم بزيت المائده، او ما كانش اصلا زيت المائده ديك الساعه. كان الكعب كيتخدم بالزبده البلديه والسمن المذوب. الزبده البلديه اللي اليوم انا خدمتها بالزبده الحيوانيه العاديه، حيت ماشي كاع الناس متوفره لهم الزبده البلديه. والزيت اللي هي بديل السمن المذوب، السمن المذوب اللي هي الزبده كياخذوها وكيذوبوها كيحيدوا منها هذاك الحليب اللي كيكون فيها، وكتبقى غير الزبده بوحدها هي اللي كتكون في الكعب. دابا مع الناس ما بقاش عندهم الخاطر باش يديروا هذا الشيء، ولات كتستعمل الزيت الروميه. حتى الزيت الروميه راه كتلعب دور، غير هو اللي عنده الوقت يذوب الزبده، ماشي الزبده نوازيت، ماشي تحمروا الزبده حتى تولي نوازيت، غير كتذوب الزبده البلديه. ضروري انها تكون بلديه، وكتحيد منها تحيدوا من هذاك الحليب اللي كيحتل لتحت كيبقى ابيض، وخذوا غير هذيك الزبده اللي كتكون الفوق مذهبه. ما توفرتش لكم خدموا بالزيت. غادي نزيد هذه الكميه ديال الزيت. كنحاول نعطي الوصفه الاصليه والبدائل باش الناس ما توحلش ملي تبغي دير الكعب. وغادي نزيد جوج معالق كبار ديال العسل ديال التشين او العسل الليمون. الى عندكم عسل اللون ديالو مغلوق او القهوي ما تخدموش به، اللون القهوي غادي يوسخ العجينه ديال الكعب. العسل كيخلي العجينه كتجي بنينه، وبالخصوص الى عندكم هذا العسل ديال التشين ولا الليمون، اول حاجه كيبنن العجينه ديال الكعب، حيت اصلا الكعب فيه مزهر، وهذا ديال الليمون كيجي مذاق زوين. ثاني حاجه كتخلي العجينه العسل كيخلي العجينه كتجمع وكتلصق على العقده ملي تكون في الفران، ما كتفرقش العجينه على العقده، وكتولي هذوك النبيل وكيولي الكعب مبرقع. غادي نزيد هذه الكميه ديال جوج معالق كبار ديال العسل. وغادي نزيد بيضه. بالنسبه للقياس ديال البيض، نص كيلو خدموا ببيضه صغيره، الا بغيتوا ديروا كيلو يا اما خدموا ببيضه كبيره او لا جوج بيضات صغار. وغادي نزيد النسمه ديال اللوز الحار. اللوز الحار اولا هذا لاغوم ولا هذه النكهه ديال اللوز الحار كتعطي للعجينه واحد البنه، ما كتجيش العجينه باسله. كنهضر على العجينه ديال الكعب، العجينه ديال الحلويات اللوز هذيك هضره اخرى. هذيك العجينه ديال الكعب باش كيجي الكعب فيه الريحه ديال اللوز باينه، ماشي غير العقده اللي كتجي فيها الريحه ديال اللوز، حتى العجينه خاصها تكون منسمه وما تجيش هكذاك باسله. الزبده ما غاديش تنسم، البيض ما غاديش ينسم، اللهم مزهر والروح اولا النكهه ديال اللوز المار. غادي نزيد منها غير شويه ماشي بزاف، حيت كتكون مجهده ردوا البال. وبالنسبه باش غادي نجمع هذه العجينه، غادي ناخذ الكاس ديال العنبه وغادي ندير فيه مزهر. مزهر باش غادي تخدموا، الله يعطيكم الستر، يكون مزهر من نوع ممتاز، تخدموش بمزهر اللي كيكون هكذاك مغشوش، ولا خدموا بمزهر اللي كيكون مقطر 100% ما ديال الزهر. غادي ندير هنا كاس لاروب، كاس لاروب ديال مزهر. غادي نزيد فيه شويه ديال الروح ديال الزهر. كما قلت لكم العجينه ديال الكعب خصها تكون منسمه ما تجيش باسله. ناس زمان كانوا كينسموها بالروح ديال اللوز اولا بالنكهه ديال اللوز المار وبالروح ديال الزهر.
الروح ديال الزهر غادي نزيد غير شويه، غير جوج نقطات ولا ثلاثه ماشي بزاف. هذا هو السائل باش غادي نجمع العجينه ديال الكعب. بالنسبه لما زهر القياس ديالو على حسب نوعيه الدقيق باش نتوما خدامين واش كيشرب ولا ما كيشربش. انا درت هنا كاس ديال العنبه لاروب، الا انا خصني غادي نزيد، ما خصنيش بركه غير هذه الكميه. اهم حاجه العجينه ديال الكعب خصها تكون قاصحه، ما تكونش متوسطه وما تكونش جاريه. حتى متوسطه ما خصهاش تكون متوسطه، خصها تكون قاصحه. غادي نبدا كنعجن. انا هنا كملت هذاك الكاس لاروب ديال العنبه ديال الزهر. كتشوفوا العجينه راها قاصحه. الناس اللي بدلوا الدقيق ديالهم اولا ما عارفينش الدقيق واش كيشرب ولا ما كيشربش، بداو كتزيدوا ما زهر غير شويه بشويه باش ما تشمتوش وتجري لكم العجينه، اولا ما خصهاش تجي حتى انها متوسطه، ما خصهاش تجي متوسطه، خصها تكون قاصحه. علاش؟ العجينه ديال الكعب خصها تكون قاصحه حيت خصها تبات ليله كامله باش ترتاح، والعجينه ديال الكعب ملي كتبات ليله باش ترتاح ما حدها كترتاح وهي كترطاب. الغد ليه ملي كتبغيو تخدموا بها كتلقاوها كاين الحرير في يديكم، هي راها قاصحه ولكن رطبه. بخلاف الا نتوما جريتوا العجينه اولا درتوها متوسطه ما تجي فين ترتاح وتبغوا تخدموا بها حتى كتلقاوها ترخات تلقات ما كيجيش فيها الكعب. كتشوفوا انها رغم انها قاصحه ها هي تجمعات، العجينه ديال الكعب ما كتدلكش. انا غادي غير نديها ونجيبها في يديا هكذا حتى كتحسوا بها انها انسجمات. صداع النبي العجينه من بعد ما ديتها وجبتها في يديا كتجي هكذا. كتشوفوها ماشي قاصحه بزاف وماشي متوسطه وماشي رطبه، قاصحه ولكن كتضغطوا عليها هكذا. العجينه من بعد ما قطعتها، شخصيا قطعتها على 6 ديال القطع، غادي ندير هاد العجينه في الثلاجه ونخليها تبات حتى لغد ليه ان شاء الله عاد نقدر نخدم بها. اللوز من بعد ما دوز ليله كامله باش كينشف، غادي ناخذ هاد اللوز غادي نديرو في الروبو. نتوما عندكم الروبو اللي كيطحن لكم اللوز تبارك، ما عندكمش ديوه للعطار يطحنوا. غادي نطحن هاد اللوز هذا جوج طحنات، الطحنه الاولى غادي نطحنو بوحدو حتى كيولي بودر كيولي غبره، الطحنه الثانيه عاد غادي نزيد عليه السكر. كاينين جوج قواعد اساسيه بالنسبه للعقده ديال كعب غزال. اول قاعده دائما الكميه ديال اللوز خاص يكون النص ديالها ديال السكر، يعني انا عندي هنا نص كيلو غادي نخدم بربعة ديال السكر، خدمته بكيلو غتخدمو بنص كيلو ديال السكر. هذه اول قاعده. ثاني قاعده السكر اللي غادي تخدموا به هذه العقده ديال اللوز خاصو يكون سكر متزوج. علاش؟ غادي نخدم بسكر سنيده وسكر ثقيل. اغلبيه الناس كيخدموا غير بسكر سنيده وكيصوبوا السكر سنيده. الكعبه المخزنيه ديال زمان ديال الناس الاولانيين ما كانوش كيخدموا بها غير بسنيده، كانوا كياخذوا القلب ديال السكر وكيطحنوه وكيغربلوه كيغربلوه في الشطاطو. الشطاطو داكشي اللي كيهز الفوق اللي هو سنيده كيديروه مع العقده ديال اللوز وكياخذوا داكشي اللي كيكون ملكوك مليح، السكر اللي كيكون ملكوك حتى هو كيزيدوه في العقده. علاش؟ سنيده الدور ديالها بالنسبه للعقده ديال اللوز كتعلك، بالاضافه لبزاف د الحوايج اخرين كيعاونوا الكعبه باش كتجي معلكه. ثاني حاجه الدور ديال هذا السكر ثقيل، السكر ثقيل ضروري او السكر كلاصي ضروري في العقده ديال اللوز باش اي حاجه ديال السوائل كاينه في العقده ديال اللوز ملي كتدخل الفران كيبدا الدور ديال السكر كلاصي. السكر كلاصي كيخدم بحال البونجا بالنسبه للسوائل، اي حاجه كانت في العقده ديال اللوز في الفران لقطه ديال الطياب السكر كلاصي كيشربها كيمصها وما كيخليش السوائل يفرقعوا الكعبه ويطرطقوها. سوائل كنقول سوائل كنقول الا بقات شي حاجه من السوائل في اللوز، رغم انني كنأكد انه اللوز خصو يبات ليله كامله باش كينشف من هذاك الماء اللي كيكون زايد فيه.
ثاني حاجة بالنسبة للمظهر حتى هو كيتعتبر من السوائل. ثالث حاجة بالنسبة للناس اللي كيخدموا بالزبدة اللي كتكون باللبن ديالها، الزبدة العقدة اللوز اصلا كتخدم بالسمن المذوب او الزبدة اللي كتذوب وكيتحيد لها الحليب ديالها. في حالة الناس اللي كيديروا الزبدة الحيوانية هكاك مرخية وكيديروها بالحليب ديالها، سكر ثقيل كيلعب دور كيمصهم وكتطيب. بالنسبة للقياس دائما ربع نص كيلو ربع السكر اللي هي 225 غرام ديال سنيده، 25 غرام ديال السكر ثقيل، ربع الكميه ديال السكر خصها تكون سكر كلاصي، والمباقي غادي يكون سنيده. غادي ناخذ هاد 225 غرام ديال سنيده نزيدها ونزيد عليها 25 غرام ديال السكر ثقيل. معليش كنهضر بزاف ولكن الكعب شويه الا ما كانش متقون ولا ما كاين بزاف ديال التفاصيل اللي كيكونوا صغيره الواحد كيحقرهم، ولكن هما اللي كيحكموا على الحاجه واش غادي تنجح ولا لا. غادي نحرك هاد اللوز باش يتخلط مع سنيده والسكر كلاصي، وغادي ندوز نديرو في الروبو نطحنو الطحنه الثانيه. العقده من بعد ما كتطحن كتعلك مليح، غادي نوريكم كتجي هكذا. شخصيا كنطحن اللوز والسكر بمظهر، كنطحن اللوز والسكر حتى كينسجموا مع بعضياتهم، كيبانوا لكم الجناب ديال الروبو كيبداو كيتقلعوا كيهبطوا لتحت. شخصيا انايا هاد نص كيلو ديال اللوز درت فيه 3 معالق كبار ديال المظهر هو باش طحنته. غادي ندوز دابا باش ندير باقي المكونات اللي غادي نحتاج ليهم. عندي الزبده، بالنسبه للزبده عندي معلقه ونص كبيره ديال الزبده. خذوا معلقه ونص ديال الزبده وذوبوها فوق العافيه، ملي كتذوب كتخليوها حتى كتشد راسها هكذا وكتوقف، وكتاخذوا غير هاد الليدام اللي الفوق وكتحيدوا داك الحليب اللي كيكون حات لتحت. هذاك الحليب ما خصوش يدار في العقده ديال اللوز ديال الكعبه. اول حاجه كيغملها، الا طولت هاد الكعبه على برا كتولي فيها ريحه الغموله ديال الحليب، حيت هاد الحليب هذا ما حيدش. انا كنهز هنا غير ليدام وغادي نحاول نخلي داك الحليب لتحت. من بعد غادي نزيد معلقه كبيره ديال العسل ديال التشين اولا العسل ديال الليمون. من الاحسن ما ديروش العسل اللي كيكون اللون ديالو احمر باش ما يوسخش لكم العقده. العسل ملي كيكون لونه احمر كديروه في العقده كتوسخ وكتجي ما كتجيش اللون ديالها ناصع وبيض. خدموا بالعسل ديال التشين اولا ديال البرتقال. العسل الدور ديالو انه كيعلك، كيخلي العقده تجي معلكه. ناس زمان ما كان ديك الساعه لا غلوكوز لا ناباج اللي يديك اللي يخليك، كان العسل وكان البيض. العقده ديال الكعبه اولا العقده ديال كعب غزال كيكون فيها البيض والعسل، هما اللي كيخليوها كتجي معلكه كتذوب في الفم ما كتجيش قاصحه هكذا كيابسه. عندي هنا بيضه، غادي ناخذ بيضه غادي نديرها في هاد الزلافه نطربها وناخذ غير النص ديالها. بيضه كتخدموا فيها الا درتو كيلو. الناس اللي بغاو يديروا كيلو ديال العقده هاد المكونات كاملهم كتضربوهم في جوج اولا كتضوبلوهم على جوج. بالنسبه للبيضه عوض نص بيضه في نص كيلو كديروا في كيلو بيضه كامله. غادي نزيد غير النص، ردوا البال ما تكثروش البيض. عندي هنا معلقه صغيره ديال المسكه الحره، خديت المسكه ودقيتها مع السكر وخديت منها معلقه ماشي ديال القهوه، المعلقه الصغيره ديال العاديه باش تخدموا ديال المسكه. المسكه الحره انها اول حاجه كتلدد كتعطي المذاق ديالها اللي كيجي مع الحلويات المغربيه. ثاني حاجه كتخلي العقده شاده في راسها وما كتجيش كتفرتت. كنا كنعرفوا الدور ديال المسكه الحره هو ماشي غير المذاق وانما حتى كتجمع الحاجه. غادي نزيد هنا الروح ديال اللوز المار. واخا خدمتو باللوز البلدي اللي كيكون فيه نكهه ديال اللوز كيكونوا فيه حبيبات، غير شويه ديال الحبات ديال اللوز اللي كيكون مار، زيدوا شويه ديال الروح ديال اللوز المار. انا غادي ندير غير شويه هنايا غاديش نكثر، وغادي نزيد شويه ديال الروح ديال الزهر. ما زهر ما غاديش نزيدو في هاد الوقيته هادي حيت انا فاش كنت كنطحن اللوز مع السكر زدت هذيك الكميه ديال اللي قلت لكم ديال الماء ديال الزهر باش يتطحن ويتعلق. غادي ندوز دابا نخدم هاد العقده هادي، نخدمها نعطيها الكف حتى كتولي كالمسكه. العقده ديال الكعب من بين اسرار النجاح ديالها هو الدليك.
الا ما غلاتش اللي يكون في ديكم كي المسكه عرفوا انه الكعب غادي يجي ما فيه ما يتكع. الا بدا اللوز كيطلق لكم لدام معليش ما تخافوش، في المرحله الاولى او لا في المراحل الاولى ديال العريك ديال العقده اللوز ملي كيسخن كيطلق داك لدام ديالو. واخا يطلق لكم لدام كملوا الخدمه ما تحبسوش، كملوا العريك ما حدكم نتوما كتعركوا في هذه العقده، واللوز كيعاود يشرب هذيك الزيت اللي طلق. من بعد ما كتوجد العقده كتجي بحال هكذا، كتجي ملسه رطبه بزاف كتجي كي المسكه. الا نتوما وقيت الدليك حسيتو بها ناشفه تقدروا تزيدوا شويه ديال ما زهر. باش كتعرفوها وجدات بارك عليها من الدليك كتاخذوا منها كميه وكتحاولوا تشكلوها على شكل كعبه بلا عجينه بلا والو. هاكم الشكل ديالها، تشوفوا الكعبه ما تشققات ما والو. غادي نجمع هاد العقده نلويها في الماليمونتير ونخليها كترتاح من ساعه حتى لساعتين. نليو الوقت العقده باش سنيده والسكر السقي اللي ديرو خدمتهم مع اللوز وباقي المكونات سنيده بهذوك السوائل اللي هما ما زهر والبيض والعسل والزبده كتبدا كتطلق وكتذوب هذوك تيذوبوا هذوك الحبيبات ديال السنيده وكيبداو كيتعلقوا مع باقي المكونات. ملي كتخليو العقده كترتاح كتعطيو الوقت للسنيده والسكر باش كيتعلقوا كيذوبوا كيديروا خدمتهم مع العقده. ملي تغطيو العقده وتخليوها على جنب جبدوا العجينه ديال الكعب من الثلاجه خليوها حتى هي كترتاح وكتطلق على برا المده اللي غادي ترتاح فيها العقده. من بعد ما ارتحت العقده مده ساعتين غادي ندوز دابا باش نشكل العقده ديال اللوز على شكل صبيعات. غادي نستعين بميزان باش كتجي باش كيجيو الحبات ديال الكعبه غزال كلهم في قياس واحد كيجيو راقيين بالنسبه للكعبه المخزانيه. بين قوسين الكعبه المخزانيه ديال الناس زمان ديال 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 بكري خصها تكون متوسطه، ما تكونش صغيره بزاف ما تكونش تاني كبيره بزاف. الكعبه الكبيره كتبان فتحه كتبان فما الشكل ديالها كيجي شويه ناقص. بالنسبه للكعبه اللي كتكون متوسطه كتكون مخزانيه كتكون كلاس كتجي راقيه في التقديم لا سواء في بلاطو او لا في تبصيل او لا في طيفور حتى في الماكله كتجي قياس ديالها هو هذاك. كل وحده او لا كل كعبه غادي ندير فيها تقريبا من 17 حتى 18 غرام. 17 18 غرام كتجي الكعبه مزيانه. وانتم كتخدموا دائما غطيوا العقده. انا هذا البودان هذا اللي كنهز منه العقده وكنعبر باش نشكل صبيعات مغطياه معريه غير الموطع اللي انا كناخذ منه العقده. غادي نشكل العقده بهذا الشكل هذا كنرققها من جناب بحال هكذا. هاد الجناب هادو كنرققها شويه منهم وكنخليها عامره من الوسط. غادي ندوز دابا باش نشكل كعب غزال. انا ديجا بديت فاش كملت التحربيل ديال العقده على شكل صبيعات يسرت في العجينه بهذا الشكل. غادي ناخذ العجينه اللي كما قلت لكم خصكم تجبدوها من الثلاجه ساعتين قبل الوقت اللي كيكون كترتاح فيها العقده. جبدوا العجينه غادي ناخذ هاد الطرف. العجينه ديال الكعب الا بغيتو تسرحوها بغيتو تخدموها من الاحسن خدموها بالزيت ما تخدموهاش بالدقيق. الدقيق الا خدمتو به الكعبه اولا العجينه ديال الكعب النتيجه ديالو كيجي مشقق مكمش تيجي مضبوب بحال مدردر بشي حاجه كيجي المنظر ديالو كيجي ما كيجيش زوين ما كيجيش متناسق ما كيجيش متول. هذا من جهه. من جهه اخرى شخصيا كنخدم اولا كنصوب الكعب غير بالمدلك. ملي كنخدم بالمدلك كنغلب على العجينه كنتحكم في العجينه
اما بالنسبه للماكينه انا شخصيا ما كتعجبنيش الماكينه ديال التوراق ديال العجينه باش نخدم بها الكعب. نقدر نخدم بها حوايج اخرين ولكن الكعب ما كنرتاحش في الماكينه. الناس اللي كيخدموا الكعب بالمدلك تبارك الناس اللي كيخدموا بالماكينه، نتوما سرحوا العجينه ديالكم ولا ورقوا العجينه كيف ما حبيتوا. انا غادي نبدا بالمدلك، غادي ندهن الطبله علاش خدامه غير شويه، ماشي تسمعوا ثاني الزيت وتكثروا. ملي كديروا هاد 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 العمليه هادي كتسرحوا لتحت، كتاخذوا هاد الجهه هادي اللي كتبقى غليظه الفوق وكتغلفوها بالبلاستيك. الكعب شويه كياخذ الوقت، ما كتجيو فين تسالوا هاد الجهه اللي كملتوا في التشكال ديال الكعب حتى كتكون هاد الجهه نشفات ضربها البرد. ملي كتجيو تسرحوها بالمدلك اولا بالماكينه كتلقاوها تشققات. علاش؟ حيت العجينه يبست بالبرد. وانتوما كتلقوا العجينه مره غطسوا صبعكم في شويه ديال الزيت غير شويه وسرحوها. خصكم تسرحوا العجينه حتى يولي كتبان لكم الطبله علاش نتوما خدامين. من بعد ما سرحت العجينه مليح غادي نضرب هذا القنت التحتاني. هذه العجينه اللي كتبقى لكم ما تلوحوهاش، خذوا في الماليمونتير وبداو كتجمعوها فيه، ومن بعد غادي تقدروا تعاود تشكلوها بلا ما تضيعوها. غادي ناخذ صباع ديال العقده ديال اللوز، غادي نحط العقده هنا. ضروري كنأكد ونعاود العجينه خاصها تكون رقيقه. اللي شفتوا مليح انا راه كيبان هنا من تحت العجينه كتبان رخامه علاش راني خدامه. غادي نهز العجينه بهذا الشكل كنخدم غير بشويه. بالنسبه للناس اللي ما كينجحش لهم الكعب اولا ما كينجحش لهم الشكل ديال الكعب اولا اول مره غادي يصوبوا الكعب، الحلويات خارج الموضوع الحلويات غادي يكونوا طالقين يديهم في الكعب. ملي كتلويو العجينه على العقده كتجيو بهاد هاد الجهه ديال اليد ديالكم حيت كتكون مقوسه وكتهبطوا على العجينه هكذا باش الا كاين شي فراغ كتخرجوه. خرج الفراغ بهذه الطريقه تبارك، ما خرجش دائما ابره كتكون معقمه كتخدموا بها. انا هكذا كنخدم، كنجيب العجينه اولا كنجيب الفراغ من هاد الجهه هادي وكنبدا كنزير فيه وكنحبس فيه حتى كيجي لهنا وكندير ثقبه وكنخرجو. من بعد كتجيو لهنا لهاد الجناب هادو، هما اول حاجه كتسد في الكعبه، كتضغطوا على العجينه من هاد الجهه باش كتسدوا الكعبه من الجناب. من بعد كديروا صبعكم في الزيت كدهنوا الوجه ديال الكعبه وكتجيو من الوسط. هاد الصبع وهذا هو باش كتخدموا الكعبه، هذا ما يقيش الكعب، هذا حاولوا ديما تخليوه الفوق. غادي تجيو للوسط، القاعده ديال الكعبه خاصها تبقى عريضه باش كتجلس الكعبه وكتجي مخزانيه. التاج ديال الكعبه ما خصوش يرقاق، الا رقاق ملي كتدخلوها للفران كيتحمر الفوق كيجي الشكل ديالو ما فيه ما يتشاف، كيتحمر من الفوق وتيجي ما هوش. كتجيو للوسط دائما الوسط، كتجيو للوسط وكتضغطوا بهذا الشكل هذا. من بعد هذه المرحله كتركزوا غير على الوسط، هاد البلاصه هادي هاد الوسطانيه هي علاش كتركزوا. كتحاولوا العقده تهبطوها لتحت القاعده باش كتجلس كتعرضوا القاعده كتجلس الكعبه مليح، وكتطلعوا شويه هاد الجناب هادو كتطلعوهم شويه الفوق باش كتطلعوا التاج كتجي الكعبه مخزانيه لا من تحت لا من الوسط لا من الفوق. ودائما ملي تكونوا كتخدموا هذا الصبع وهذا كيضغطوا، وفي نفس الوقت ملي كتوصلوا لهذا القلب ديال الكعبه كتضغطوا شويه باش كتجيبوا الجناب عندكم وكتدفعوا الوسط كتجي مقوسه. من بعد غادي نرجع لتحت كتجمعوا هكذا العجينه من التحت باش الا كاين شي فراغ في الجناب كيتعزل في قنت واحد وكتجريو عليه من هنايا. من بعد كديروا هاد جوج صباع هادو كتجيو من الجناب كتبقاو تضغطوا باش الا كاين شي فراغ هنا كيتجمع، ملي كتجمعوا هذاك الفراغ هنا كتخرجوه على برا كتجريو عليه. من بعد غادي ندوز الجراره، حاجه مهمه بالنسبه للتقطاع ديال الجراره بالنسبه للكعب. ما عمركم تجيو على الحافه اللي فيها العقده اولا اللي وصلها العقده، حيت وقت الطياب غادي يتحل الكعب وغادي يتشوه لكم المنظر ديالو، غادي يتحل من التحت. دائما
فوتوا الحشوه او العقده، فوتوا العقده بواحد جوج ولا ثلاثة مليمتر، يعني خصكم دوزوا جراره فوق العجينه، العجينه في العجينه، العقده ما خصهاش تكون ما بين العجينه والعجينه، من دوزوا جراره بهذا الشكل هذا. الكعبة كتجي هكذا، من اللور هاد القاعدة هذه هي علاش خصها تكون جالسة مليح، تكون عريضة الوسط كتشوفوه مخدوم رقيق، والتاج السمك ديالو هكذا خصو يكون شوية غليظ. قبل ما تحطوا الكعبة فوق اللاطه اللي كتفرشوا عليها الورق ديال الطهي، كتاخذوا الكعبه اخر فينيسيون كديروها في ديكم هكذا. الكعبه ما خصهاش تجي هكذا طويله، دابا هذه طويله، هذه ماشي كعبه. امتى غادي تولي كعبه مخزانيه؟ ملي كديروا لها هكذا، ملي هذا الحرف كيجي هنا وهذا الحرف كيجي هنا بهذا الشكل. هاد الحالة عاد تقدروا تحطوا الكعبة فوق اللاطة وتدوزوا التشكيل ديال الكعبة الثانية. التشكيل الشكل النهائي ديال الكعب من بعد ما ساليت الخدمه ديالو كيجي هكذا، والتاج ديالو طالع الفوق، كتبان الكعبه جالسه مقاده، الجناب ديالها مجموعين شويه، والوسط ديالها طالع واقف، كتبان هماويه كعبه مخزانيه على حقها طريقه. بالنسبه للشكل كتشوفوا انه شكل نفس القياس نفس الحجم بالنسبه لهذا الكعب كامل. من بعد ما ساليت الخدمه ديال الكعب غادي نخليه يرتاح تقريبا واحد الساعه، ضروري تخليه يرتاح ساعه باش تدوزوا لاهم مرحله في الكعب، هي التخريق ولا مرحله ديال الليبرا. اغلبيه الناس كيخليو الكعب حتى كيبات ليله كامله وكينشوف وكيقصح، عاد كيبداو كيديروا هذه العمليه ديال التخريق. العمليه ديال التخريق كتكون على جوج مراحل، ملي تشوفوا الكعب بدا كيشد راسو شويه، هي ساعه معروفه، ساعه كيبقى ساعه كيبدا كيشد فراسو شويه، باش ديك الساعه ملي كدوزوا المرحله ديال التخريق الكعبه ما كتعوج ما كيوقع لها والو. من بعد ما خليت الكعب يرتاح تقريبا مده ساعه، كتشوفوا الكعبه بدات كتيبس، ما كتبقاش طريه كيف ما فاش يلاه كتصوبوها. دابا عاد غادي ندوز للتخريق، كتاخذوا الكعبه بهذا الشكل هذا، ديما هذا الصباع حطوه هنايا باش ما كيخسرش الشكل ديالها. كتاخذوا ليبره وكديروا ثلاثه ثقبات في هذا التاج ديالها. الثقبه ملي كتخشيو الليبره في هذا التاج خصها تخرج من هنا بهذا الشكل هذا، كتبان لكم خارجه ليبره من التحت. غادي نعاود نسحبها وندير ثقبه اخرى هنا ونخليها حتى تخرج من التحت، نعاود نجرها وندير الثقبه الثالثه. انا كنخدم غير بشويه باش الناس يبان لهم شنو كندير، ما بغيتش نزرب. ونعاود نسحب ليبرال على برا، صافي ثلاثه د المرات بركه بالنسبه لهذه المرحله. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الحبات ديال الكعب اللي عندي. من بعد ما كملت التثقاب او التخريق ديال الحبات ديال الكعب، غادي نغطي الطاوه بسربيته تكون نقيه باش ينشف لكم الكعب. ما عمركم تغطوه بلاستيكه ولا ديروا الفيلم اللي موتاع، غطيوه غير بسربيته هكذا تكون نقيه وخليو الهواء يدخل ليه حتى الغدي ان شاء الله. عاد ندوز المرحله ديال الطياب. كعب غزال من بعد ما دوز ليله كامله
حتى كي ينشف وكيبس مليح بهذا الشكل. غادي ندوز لمرحله الطياب. بالنسبه لمرحله الطياب فيها ثلاثه ديال المراحل. الكعبه المخزانيه اللي هي كعبه اصيله وقديمه كدوز في الطياب بثلاثه ديال المراحل. اول مرحله باش كندهنها بالزبده، ثاني مرحله ديال البيض، ثالث مرحله ديال المزهر. هاد المراحل هادو بالغوص ديال المعلمات ديال دار المخزن. المرحله الاولى كتسمى لمرحله ليدام، المرحله الثانيه مرحله السقله باش كيتسقل الكعب، والمرحله الثانيه اللي هي السقوى باش كيتسقل الكعب بمزهر. اول حاجه غادي نديرها، انا سخنت الفران على درجه حراره ما بين 100 حتى 120. الكعب ما كيبغيش الفران بارد وما كيبغيش الفران سخون بزاف. الفران بارد كتدخلوا ليه الكعبه كتيبس، كونوا على يقين ملي طيب الكعبه وتخرجوها غتلقاوها كاين حجره كتعضوا كتحسوا بها قاصحه. ملي كيكون الفران سخون وكتدخلوا الكعبه، الكعبه كتشوكا كتقفز، تقدر تحل ليكم تقدر تفرقع حيت درجه الحراره كتشوكي للعجينه ولا العقده. خاص يكون الفران متوسط 100 120، هذه هي درجه الحراره اللي مليحه للفران. درت الفران شعلته على درجه 120، شعلته من التحت ومن الفوق. قبل ما ندخل الكعب غادي نطفي شويه من الفوق ونخلي غير التحت. غادي ناخذ هذا الكعب هذا، فاش كان باقي طري البارح ثقبته من 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 التاج ديالو من هذه الجهه هذه من الفوق. دابا غادي ندوز نثقبوا المرحله الثانيه قبل ما ندخلو يطيب في الفران. بالنسبه للثقاب كيكون على طول الدونتيل اولا على طول هاد الجراره، سكه الجراره كتسمى بالغوص ديال المعلمين سكه الجراره. هاد سكه الجراره على طولها خاصها تثقب الكعبه. كتاخذوا ليبره كتكل الكعبه من هنا، من هاد الجهه خاصها تخرج من هاد الجهه، ليبره خاصها تخرج من الجهه الاخرى بهذا الشكل، وكتبقاو غاديين على طول هاد السكه ديال الجراره كاملها. كتدخلوا ليبره من هنا وتخرجوها من الجهه الاخرى، وغير بشويه تفرصيو على الكعب. بهذا الشكل من هذه الجهه. ما عمركم تثقبوا الكعب من هنا اولا من هنا، كيجي الشكل ديالو ما كيجيش زوين. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كامله ديال الكعب اللي عندي. من بعد ما كملت التخراج ديال الكعب غادي ندوز لاول مرحله اللي هي مرحله ديال الليدام. عندي هنا كميه ديال الزبده، الزبده خديتها ودوبتها وصفيتها. ضروري تحيدوا لي هذاك الوجه ديالها ولا ديك الرغوه اللي كتكون فيها. غادي نوريكم هاد الرغوه كي كتكون هكذا. هاد الرغوه هذه خصكم تصفيوها تحيدوها، كتخليو غير الزبده هكذا كتكون مذهبه. الزبده حاجه ضروريه انها تكون من نوع ممتاز ومن اصل حيواني. غادي ناخذ هاد الزبده نبدا ندهن بها كعب غزال. ما كدهنوش لتحت، القاعده ديال الكعب ما كدهنوهاش، كدهنو غير تاج الظهر والوجه. وكنستمر بهذا الشكل هذا. غادي ندهن الحبات ديال الكعب غزال كاملهم ونعاود نرجع. من بعد ما ساليت الدهين ديال الحبات ديال الكعب غزال بالزبده، غادي ندخل لاطا ديالي للفران. بالنسبه للطياب ديال الكعب كيف ما سبق لي قلت لكم، قبل ما تدخلوا الطاوله للفران كطفيو شويه وكتخليو غير لتحت اللي شاعل. الكعبه المخزانيه التقليديه ما كتحمرش، خاص الكعب يجي اللون ديالو بيض، ما خصوش يكون محمر. غادي ندخل هذا الكعب، غادي نخليه على عافيه مهيله، غادي نخلي هذا الكعب كيطيب. ما غاديش نقدر نقول لكم الوقت حيت كله على حساب الفران اللي عنده في الدار. اهم حاجه ملي كتشوفوا انه الكعبه شدات في راسها، وهاد السكه الدونتيل اولا هاد السنينات ديال الجراره كتشوفوهم بداو كيتذهبوا، ماشي تحمروا، غير بدا اللون ديالهم كيتذهب كياخذوا لون بلون كاسي. ملي كتشوفوهم ولاو هكذا كتخرجوا الكعب من الفران باش تدوزوا للمرحله الثانيه. من بعد ما دخلت كعب غزال الفران خليته كيطيب، غادي ندوز باش نصوب السقله اللي غادي نسقل بها الوجه ديال كعب غزال. عندي هنايا خديت بياض بيضه
زدت عليه معلقه صغيره ديال القهوه اولا ديال الموكا ديال السكر كلاسي، طربتهم مليح حتى نسجموا مع بعضياتهم وصفيتهم في صفايه. منها كتحيدوا هذوك الكويرات اللي كيكونوا باقيين ديال السكر ثقيل اولا السكر كلاسي، ومنها كتحيدوا هذيك الكتله اللي كتكون ديال البياض ديال البيض. الا رديتوا البال بيض البيض كاين جزء منه كيكون جاري وجزء كيكون هكذاك شاد قاصح و كيكون كتله وحده. هذيك الكتله هي هذيك الكتله خصها تحيد من هاد من هاد الخليط هذا. هذاك الشيء علاش خصو يتصفى. من بعد ما صفيته غادي نزيد عليه شويه ديال الروح ديال الزهر، غير قطرات وها غير شي جوج ولا ثلاثه ديال القطرات. غادي نخلط هاد الخليط مليح، نوجدو ونخليه على جنب حتى كيطيب الكعب. في نفس الوقت غادي ندوز باش نحضر لاخر مرحله اللي هي مرحله السقوه اللي غادي نحتاج ليها معلقه كبيره عامره ديال السكر كلاسي. غادي نديرها في زلافه مزهر، غادي نزيد عليها تقريبا جوج معالق كبار. غادي نخلط هاد السكر مع الزهر، من بعد غادي نصفيه في صفايه رقيقه. من بعد ما صفيتو درته في هاد القرعه بخاخ، هو من الاحسن البخاخ باش غادي تخدمو يكون سبراي، يعني ملي تكونوا كترشوا به السائل اللي كيخرج يخرج هكذا متوزع، او لا يخرج النقطات ديال هذاك السائل يخرجوا موزعين بزاف، ما يكونش هكذاك ملي هذاك السبراي اللي كتكونوا كتكونوا كترشوا به كيخرج خط واحد ديال الماده السائله. لا، خص هذاك السبراي باش غادي تخدمو يكون الرشات ديالو مشتتين باش كي ما عرفش كنوصل لكم الفكره، باش كيتوزع بشكل متساوي على الحبات ديال الكعب. بالنسبه لهاد العمليه هادي ناس زمان كانوا كيديروها بالبشنيخه، الناس اللي كيعرفوا البشنيخه غادي يعرفوني علاش كندوي. البشنيخه هي واحد النبته اللي كتحيد وكتيبس وكتبقى، الناس كانوا كينقيو بها سنانهم بحال لي كيوردون، كتشد هذيك البشنيخه كاملها وكتغطس ليها الراس ديالها اللي فيه هادوك التيجان لتحت، كيتغطس في هذا المحلول هذا ديال الزهر والسكر الثقيل اللي كان كيتصاوب من السكر ديال القلب كيطحن وتغربل في شطاطو، كيتغطس الراس ديال هذيك البشنيخه وكيبداو كيرشوا به بهذا الشكل هذا، كيرشوا به طاوه ديال كعب غزال وهي سخونه. دابا الوقت طورات، ما بقاوش الناس كيخدموا بالبشنيخه، اولا اصلا انا هاد العمليه هادي ما كيبانوش ليا الناس كيديروها. شحال من عمليه ديال تحضير الكعب دازت قدامي كنشوف الناس ما كيديروهاش. هاد العمليه هادي ضروريه حيت كتخلي اول حاجه المزهر كيعطي واحد الريحه اضافيه للكعبه، كتجي الكعبه ريحتها كتعطس بمزهر. ثاني حاجه المزهر الخليط ديال المزهر والسكر كيخلي الكعبه كتجي اول حاجه كتبقى فتيه مده طويله كتقساحش دغيا. ثاني حاجه كتعلكها ملي كتكونوا كتاكلوا في الكعبه، ملي كتهزوها بيديكم كتحسوا بها كتعلك ماشي ناشفه وصامطه. من بعد ما طاب كعب غزال كيطيب كتحسوا به طاب صافي وقف وشد فراسو وكيبقى رطب واحد شويه، ما خصوش ثاني يقصح ولا بحال الحجر، كتبقى الكعبه شويه رطبه وهو سخون. طورها سخون راه كنحركها وهو سخون. غادي نبدا ندهن فيه اولا ندير ليه السقله ديال البيض والسكر والروح ديال الزهر. غادي ناخذ الحبات ديال الكعب وهما سخان، حاولوا انكم تدهنوا البيض غير من الظهر الوجه والتاج، القاع ديال الكعبه ما تدهنوش بهاد السقله هادي، حاولوا انكم تزربوا. وكتحرق بهذا الشكل هذا، غير هو خصكم تخدموا شويه بالزربه حيت الكعب خصو يتسقل هكذا وهو سخون. من بعد ما ساليت الثقيل ديال الحبات ديال الكعب، انا قبيله فاش خرجت الطاوه ديال الفران خليت الفران شاعل ما طفيتوش وقلبت درجه الحراره من 120 ل 150 وخليته كيسخن من الفوق ومن التحت، شعلته من الفوق ومن التحت. من بعد ما ساليت هذه المرحله هذه غادي نرجع الطاوه للفران، غادي نسد الفران ونطفي الفران، وغادي نخلي هذا الكعب هذا كيتلمع غير بالصهد ديال الفران تقريبا كياخذ من 4 حتى 5 ديال الدقائق.
هنا الكعب يلا خرجته من الفران باقي سخون كما قلت لكم. هذاك الصه ديال الفران كيرجع عليه. غادي ناخذ دابا هذا السقوى غادي نبعد. حاولوا انكم تبعدوا الرشاشه من الكعب باش كيتلبس كاملو. سخون رشيتها من الوجه. غادي نرش ثاني الكعبه من الظهر. ونعاود نزيدها رشه غير من التاج من الفوق. صافي غادي نخلي الطوا ديال الكعب واه سخون. غادي نخلي الطوا ديال الكعب حتى كتبرد. الشكل النهائي ديال كعب غزال الفاسي المخزني ولا الكعبه المخزنيه من بعد ما كيبرد تماما كيجي الشكل ديالو هكذا كتشوفوه كيلمع كيبري كيجي معلك من برا كما هو معلك من الداخل معلك من برا. كتشوفوا العجينه صامته على 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 العقده ديال اللوز. ما كتجيش الكعبه لا مبوقه لا مبرقعه ما كيبانش لكم ولو فقاعه واحده ديال لانه العجينه هاربه من العقده. الكعب كيبان كانه ما دخلش الفران ما داش من الفران كتبان الكعبه مفينيا. هذا هو الكعب المخزني ما كيكونش محمر ما كيبانش فيه الفران. كي تشوفوا الكعبه ما باينش فيها الطياب عرفوا مولاتها راه معلمه وتقنتها مليح. كتشوفوا حتى من التحت الكعبه كتبان مشمعه الا شفتوها حطيتوها الناس قدامهم شافوها بشوفه العين كتبان الكعبه ما طيباش ما دخلش الفران ولكن ملي كتاكلوها كتجي صراحه رائعه توب. بالاضافه للمعان ديالها بالاضافه للشكل المتقون ديالها بالاضافه للفينيسيون ديال العجينه والعقده. سمعوا الصوت كنظن بلا ما نشكر هاد الكعبه لانكم سمعتوا الصوت ديالها وانا كنقسمها اولا كنحلها على جوج. الصوت ديال التعلاك ديال الكعبه لا من الداخل ولا من برا. العقده كتجي معلكه والكعبه من برا حتى هي كتجي معلكه كما كتشوفوا القلب ديال الكعبه كيجي بيض. العقده كتجي بيضه ما كتجي لا موسخه لا والو. الكعبه كلها ككل من الداخل ومن برا كيجي اللون ديالها بيض ناصع. الا شفتوا هاد القشره اللي على اليمين ديالكم هذيك القشره هي الطبقه ديال الصقله اخر حاجه درت للكعبه اللي هي الخليط ما بين سكر ثقيل وما زهر. ملي كتبرد الكعبه وكترتاح هذيك الطبقه بالسخونه كتولي بهذا الشكل هذا كتولي بحال شي قشره كتحمي الكعبه. منها كتعطيها لمعان وكتجي الكعبه كتبري وكتلمع ومنها كتحميها وكتخليها فتيه وكتجي رطبه وكتبقى رطبه اطول وقت ممكن ما كتيبش الكعبه دغيا. كتجي كتذوب في الفم بالاضافه فانها فتيه معلكه كتذوب في الفم كتجي رطبه كتجي مخزانيه كتجي لذيذه بزاف. حاولت ما امكن في هذا الفيديو نعطيكم اكبر قدر ممكن ديال التفاصيل وديال النصائح باش ينجح لكم الكعب والنتيجه تكون بحال هكذا. كعبه رائعه بامتياز بصفر مشاكل صفر عيوب ما كتبانش اصلا كاع طيبه. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم ونكون ارضيت الناس او السيدات طلبوا مني وصفه ديال كعب غزال. نتمنى هاد كعب غزال المخزاني اللي شاركت معكم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير. الناس اللي ما مشاركينش معايا في القناه مرحبا بكم. ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم الجديد كل مره ندير فيها فيديو في يوتيوب. الناس اللي ديجا مشاركين معايا الف شكر على التعاليق وعلى الكلام الطيب ديالكم اللي كتخليوا ليا. نتلاقى بكم ان شاء الله طيله هذا الاسبوع مع اسبوع خاص بملك الحلويات كعب غزال بجميع الاشكال والالوان ديالو اللي معروفه واللي انقرضت. على بروشين تشاو.